رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموظف عز الدين محمد الزايدي مراقب التدريب الخارجي. طبعا من مهام التدريب الخارجي قسم التدريب الخارجي هي تتمثل في إنجاز الخطط بصورة مختصرة، يعني تتمثل في إنجاز الخطط التدريبية وفق لائحة التدريب الموحدة. بعد استلام التعميم الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط مشتملة طبعا الأسس والضوابط والآلية التي يتم بها إعداد الخطة التدريبية، يقوم قسم التدريب الخارجي بإعداد مراسلة لجميع الإدارات بخصوص ترشيحاتهم للخطة التدريبية شقيها طبعا الداخلي والخارجي، متضمنة كافة الشروط الترشيح مع تحديد عدد الفرص التدريبية لكل إدارة يعني مرفقة بين مجلس الترشيح. بعدين نستلم ترشيحات الإدارات ومراجعتها للتأكيد استيفائها لشروط الترشيح. بعدين نعد كتيب الخطة التدريبية لاعتماد مجلس الإدارة قبل الحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد والمباشرة في التنفيذ. بعدين نبدأ المباشرة في طلب البرامج التدريبية الخارجية بمخاطبة الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات ذات العلاقة. بعدين نبدأ في طلب الوثائق طبعا المستندات متاع والكشف الصحي للمتدربين والمرافقين بما في ذلك شهادة التخرج وكشف الدرجات مدعمة بما يفيد بالمستوى اللغوي ليتم حجز مقاعد للمعنيين بالدراسة في الجامعات الكليات والمعاهد بالخارج. بعدين نبدأ في إجراءات بدء في إجراءات سفر الموفدين والتنسيق مع إدارة طبعا بالتنسيق مع إدارة شؤون العاملين والإدارة المالية في هذا الخصوص، كما يتم التنسيق مع الجهات التدريبية الخارجية لتحديد مواعيد بدء البرامج التدريبية واستقبال المفيدين والمرافقين. بعدين مع بداية البرامج هذه نستلم تقارير الحضور وسير الدراسة وتتم إحالتها لإدارات المتدربين. بعدين يتم التنسيق مع قسم السفريات بإدارة شؤون العاملين لعودة المتدربين والمرافقين بعد انتهاء البرامج التدريبية. في النهاية يعني نقولوا إقفال الملف التدريبي يتم بعد تعبئة نموذج تقييم البرنامج التدريبي للاستفادة منه في تقييم الجهات التدريبية وإمكانياتهم وجودة برامجها التدريبية. هذا في ملخص ما نقدر نقوله يعني، ومشكورين جدا يعني نشكر مكتب الإعلام على هذه الفرصة الحقيقة ثمينة، وحتى إذا يظل الموظفين يعني بسائر تخصصاتهم في جميع الإدارات على علم بما يقوم بهم زملائهم بالشركة يعني من مهام مناطة بوظائفهم، ومشكورين جدا وبارك الله فيكم.